صلى الله عليه وسلم يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب هذه الغزوات كان في موقع الدفاع ولم يكن في موقع المبادر ولا المهاجم، فكيف نقول بأنه بأبيه وأمي كان يسعى لإكراه الناس على هذا الدين بالسيف؟ إضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من النقاط التي يمكن أن نؤكد من خلالها أن الإسلام لم ينتشر إطلاقا بحد السيف، فالعقائد أصلا لا تستقر في النفوس بالرهبة، والله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين. ومن المعلوم أن هناك كثافة الآن إسلامية في جنوب شرق آسيا، في بلاد لم تطأها أقدام المشاهدين مثلا في الفلبين وفي غيرها وإندونيسيا وغيرها، إذن نحن عندنا كثافة إسلامية يعني معلومة من الواقع ومن واقع الحياة اليومية اليوم بالضرورة. كذلك هذه التهمة إنما ألصقت بالإسلام نتيجة لأن الإحصائيات الدقيقة الآن تشير إلى أن الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا في أوروبا وفي غيرها، وأكثر الأديان سرعة في الانتشار والتمدد، ولذلك نجد أن بعض الدول الأوروبية بدأت تحاول أن تقوم بدراسات استراتيجية لتحارب هذا المد الإسلامي الذي بدأ يهدد كيانها وبدأ يهدد تمسكها بثقافتها وبأديانها المحرفة طبعا. إذن فهم يحاولون أن يحاربوا الإسلام من عدة بعدة طرق وبعدة وسائل، من بينها تشويه الإسلام عن طريق المسلمين، أي عن طريق المسلمين الذين لا يمثلون حقيقة الإسلام في تعاليمه ولا يمثلون الإسلام في سماحته، وبالتالي يعكسون للغرب ولغيره ولحتى العالم بصفة عامة يعكسون لهم صورة مشوهة عن هذا الدين. فمن الصدف الغريبة أن يكون أغلب الذين نشاهدهم الآن في الشرق الأوسط يقتلون باسم الإسلام ويذبحون الناس باسم الإسلام، أن يكون أغلبهم خرجوا بجوازات سفر أوروبية وغربية من دول غربية، فهذا أمر يستحق أن نضع عليه أكثر من إشارة استفهام. لكن بعيدا عن ذلك، نحن نحاول أن نتحدث عن هذه التهمة التي يريدون أن يلصقوها اليوم بالإسلام، وهي أن الإسلام إنما انتشر بحد السيف. التاريخ الإسلامي كذلك التاريخ وحتى تاريخ الإنسانية، لأن التاريخ الإسلامي هو جزء لا يتجزأ في النهاية من تاريخ الإنسانية، التاريخ الإسلامي يحدثنا أن أمما سيطرت على المسلمين وهزمت المسلمين في فترة معينة دخلت الإسلام. من ذلك مثلا نأخذ نموذج المغول التتار الذين انتصروا على المسلمين، ومع ذلك أغلب وأبرز القادة التتار اعتنقوا هذا الدين بمجرد أن سيطروا على البلدان الإسلامية. فمن أين وكيف وما هو المنطق الذي يجعلنا نتحدث عن مسيطر يكره على الدخول في الدين الإسلامي إلى غير ذلك؟ والنماذج على ذلك كثيرة، والله سبحانه وتعالى كما قلنا يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وعندما نعود لسير وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم ندرك أن مشروعية القتال بدأت مع غزوة بدر أو قبل غزوة بدر بقليل، بدأت حين نزل قوله سبحانه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إذن هذا دليل واضح على أن المسلمين إنما أذن لهم في القتال لأنهم قتلوا ولأنهم تعرضوا للظلم وللإخراج من الديار بغير حق إلى غير ذلك. فقتال المسلمين جاء ردة فعل على قتال غيرهم لهم، فبأي منطق وبأي عقلانية يمكن أن نترك المسلمين يعني مشبكي يعني السواعد إلى غير ذلك وعدوهم يصول ويجول؟ فأي عقلانية تلك التي تدعو اليوم تدعو مثلا المسلمين في غزة لتسليم سلاحهم ولترك الأعداء اليهود يقاتلونهم؟ أي عقلانية تلك وأي مبادرات تلك؟ هذه ليست من الإسلام في شيء، هذا هو مطلق تشويه صورة الإسلام وإعطاء صورة مغايرة لحقيقة الواقع على الأرض.
فالمسلمون اليوم في غزة وفي غيرها يدافعون عن أنفسهم. فنحن لم نتحدث بعد حتى الآن لا نتحدث عن جهاد الطلب، نتحدث عن جهاد الدفع كما هو حاصل الآن في غزة. المسلمون الآن في غزة يقاتلون ويدافعون عن أنفسهم وعن أبنائهم وعن أطفالهم وعن ذراريهم، وبالتالي بأي منطق وبأي عقلانية وبأي تصور يمكن أن نطلب منهم أن يسلموا أسلحتهم وأن يصبحوا لغمة سائقة في يد أعداء أثبت التاريخ أنهم لا يرحمون المسلمين، وأثبت القرآن كذلك أنهم ألد أعداء هذه الأمة. فالله سبحانه وتعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. إذن الإسلام كان بعيدا عن إكراه الناس على الدين الإسلامي وعلى الدخول فيه، فالله سبحانه وتعالى بل على العكس من ذلك، نحن نرى أن الخطاب الإسلامي، أن القرآن الكريم كان يدعو الناس حتى للرفق بالأمم الأخرى في إطار الحوار معهم وفي إطار إقناعهم ومحاولة إقناعهم بهذا الدين. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ويقول: وجادلهم بالتي هي أحسن، إلى غير ذلك. فأهل الكتاب وهم أعداء هذه الأمة، وتحديدا نعني أنا ذاك اليهود، الله سبحانه وتعالى دعانا لمخاطبتهم بالأسلوب الحسن وبالجدال الحسن، لأن في الموعظة اكتفى سبحانه وتعالى بموعظة حسنة: وجادلهم بالتي هي أحسن. الدكتور يوسف القرضاوي علق على هذا بأن الموعظة عادة تكون مع الموافق، أما الجدال فغالبا ما يكون مع المخالف في الدين. الموعظة تكون مع الموافق في الدين، ولذلك لم تتطلب الكثير، تطلبت أسلوبا حسن، لكن الجدال مع المخالف في الدين تطلب أسلوبا أحسن، أي أنك مطالب إذا كانت هناك طريقة حسنة وطريقة أحسن فأنت مطالب في إطار حوارك مع الآخر الذي لا يؤمن بدينك أن تحاوره بذلك الأسلوب الأحسن وليس بالأسلوب الحسن. إذن هذا بالإضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى يقول في خطاب آخر من إنصاف أهل الكتاب: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. من المفهوم ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن هذا الدين هو الحق، وأن الدين عند الله الإسلام إلى غير ذلك. لكن في إطار المحاورة تصوروا معي هذا الأسلوب، في إطار المحاورة ماذا كان الأسلوب القرآني الذي يعلمنا: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذه قمة الإنصاف. نجد في آية أخرى شيء أشد من ذلك، الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل لا تسألون عما أجرمنا، فوصف يعني واقع المسلمين، ما يقوم به المسلمون، الوصف الذي يطلقه عليهم الكفار، وهم طبعا يعتبرون أن ما يقوم به المسلمون هو من الإجرام. قل لا تسألون عما أجرمنا، لكن في إطار مخاطبتهم لا، قل لا تسألون عما ما تعملون، ولم يقل ما تجرمون. إذن فهذا الدين علمنا ولله الحمد أن نخاطب أعداء الأمة وأن نخاطب أعداء الدين وأن نخاطب الأمم الأخرى التي ندعوها للإسلام بالأسلوب الأحسن وبالطريقة الحسنة وبالدعوة الحسنة وبالكلمة الطيبة. فكيف يكون هذا الدين يدعو إلى إكراه الناس وإلى إرغامهم على الدخول فيه؟ فالتاريخ والمنطق والواقع أمور لا تشهد بهذه الوقائع ولا تشهد بهذه التهمة التي يريد الغرب اليوم أن يلصقها بالدين الإسلامي في إطار حملة شعواء لتشويه هذا الدين ولتشويه هذه الرسالة ولتشويه هذه الأمة عن طريق مجموعة من الوسائل التي لا تخفى على أحد. فواقع المسلمين اليوم كما أشرنا إلى ذلك سابقا يقول أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يدا كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه. وواقع غزة اليوم يقول: مزق جيوبك وابكي الشعر والأدب واستشعر الحزم حتى تدرك الأربة واسكب دموعك
بحرا في ضمائره يغفل يراع غداة الذعر لو طلبا وثن الأعنة عن أرض شغفت بها فالركن منهدم والأس قد خربا والقدس تابعة تبكي مآذنها حرا على المسجد الأقصى الذي سلبا فالنخل والقضب والصفصاف مبتئب والحب ذو العصف والريحان إذ غضبا انصت لحشرشة الزيتون في وجع يرثي الصنوبر والليمون والعنب تنفس الزهر من أنفاس غانية تعانق الآه والأشباح والنصب والآه في القدس والآه في غزة لا يدري حقيقته إلا الذي بحمية روحه التهبا لا نبتغي النفطر قراقا ومنسكبا لا نبتغي الماس والياقوت والذهب إنا نريد فتى في كفه حجر يدوس في دربه الأفلاك والشهبا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا المسلمين في غزة وأن يعجل بنصره إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.